الموقف الحالي للصادرات والتحديات وكيفية تطويرها للوصول إلى هدف 100 مليار، وفي نفس التوقيت فيها مجموعة من الاقتراحات والتحليلات أعتقد أن صانع القرار ممكن تفيده فيما يتعلق باتخاذ خريطة الطريق أو وضع أسس لهذا الموضوع. طيب، يعني ما هي الرؤية التفصيلية لهذا الأمر؟ يعني النهارده أنا إيه الأسس اللي هنطلق منها لنصل حتى على الأقل لما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي نحن بنستهدف نوصل 100 مليار دولار؟ تمام. احنا طبعا نعلم جميعا ان العالم يتغير من حولنا بطريقة سريعة جدا، من على الناحية الجيوسياسية والتكنولوجية والعسكرية، واهم حاجة دلوقتي انا بعتقد ان هي في فرصة جيدة جدا لمصر ان هي تعملها، ان العالم بيغير سلاسل الامداد ليه. كل العالم النهاردة ابتدى يبص، العالم الغربي انقسم، عايزين يقللوا الاعتماد الاستراتيجي على الصين، لان كل دولار بيدفع للصين بيقويها، وبالتالي سياسيا ده مش مطلوب بالنسبة للمعسكر الغربي. فيما يتعلق بارتفاع تكلفة الشحن من شرق آسيا أو من منطقة آسيا إلى أوروبا وأمريكا وكلام زي كده، أصبحت النهاردة العملية التكلفة زايدة جدا على الشعوب. في أزمة طاقة في أوروبا، فبيحاولوا إن هم ينقلوا صناعات من المناطق الأوروبية إلى مناطق أقرب ليهم، حيث الغاز متوفر والطاقة متوفرة والعمالة الرخيصة متوفرة. فهذه فرصة ذهبية لمصر لاقتناص هذه المرحلة، لأن بعد الحرب بتاعت روسيا وأوكرانيا سيتغير العالم سياسيا واقتصاديا. كيف؟ بالتأكيد طبعا احنا عندنا معسكرين أو حاجتين متضادين، المعسكر الغربي كله في جهة، والمعسكر الشرقي في جهة. المعسكر الغربي احنا عارفينه هو الاتحاد الأوروبي وأمريكا وكندا وبريطانيا واستراليا واليابان وكوريا الجنوبية، ده معسكر. المعسكر الثاني هيبقى روسيا والصين وإيران وباقي ومنطقة الهند وكلام زي كده كتحالفات استراتيجية. العالم المتقدم هو العالم الأكثر استهلاكا في الـ على مستوى الطاقه والحاجات زي كده. فاحنا النهارده عندنا الثروات، عندنا الريسورسز اللي بتمكننا من، يعني عندنا الغاز وبلدنا غنيه الحمد لله. فكل اللي مطلوب مننا ان احنا نقتنص الفرصه. يعني نقتنص الفرصه، نتحرك بسرعه شديده جدا لجذب استثمارات اجنبيه. الموضوع كبير ومتشعب وله تحديات كثيرة، إنما في حاجتين. مصر تقدر إن هي تلجأ لتحويل مناطقها الحرة إلى مناطق جذب استثمار أجنبي، لأن البنية التحتية موجودة سواء كانت غاز أو كهرباء. والموقع، الموقع ده حاجة فريدة جدا احنا مش مستغلينها لاستغلال الامثل. احنا موقعنا لا يضاهيه اي موقع جغرافي على ملتقى القارات، الكلام اللي احنا عارفينه ما بين اوروبا وما بين افريقيا وما بين الشرق الاوسط وكلام زي كده. فهذا الموقع من وجهة نظري يتم استغلاله الاستغلال الامثل بجذب الاستثمارات. جذب الاستثمارات هي كلمة سحرية. جربنا حاجات كتيرة على مدى العشرين سنة اللي فاتت، واحنا ما عندناش القدرة او ما قدرناش ان احنا نجتذب استثمارات اجنبية. من وجهة نظري السنة الاول، يعني انا عندي حاجة كانت حاجة قصيرة وحاجة قصيرة الامد وحاجة طويلة الامد. الحاجة القصيرة الامد اللي هي نحول مصر الى مركز خدمات لوجستي خدمي تجاري صناعي في المناطق الحرة. ليه أنا بقول المناطق الحرة؟ لأن المناطق الحرة لها قانون يسهل على المستثمر الأجنبي أو المستثمر المحلي، مختلف تماما عن القوانين التي تحكم الصناعة أو الأنشطة الأخرى.